السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه ام جنات. اليوم ان شاء الله بغيت ندير معكم واحد البسطيلات صغيورين بالعجينه يعني تاع الملوي، كيجيو مورقين وتيجيو زوينين بزاف، يعني لا في الشكل ديالهم ولا في المذاق ديالهم، وتيجيو زوينين زوينين، وحتى بالنسبه للحشوه اللي تتكون في وسط منهم تتجي رائعه بزاف البنات. ورحنا دابا راه على ابواب رمضان ان شاء الله يا ربي، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي، وبالرزق وبطول العمر ان شاء الله، والله ديما خلق الله وهذا ما كاين على بركه الله. ندوزوا للمقادير اللي تنحتاجوا. اول حاجه عندي هنايا عجنت انا العجينه ديالي، يعني ما بغيتش نطول في الفيديو، عجنت العجينه ديالي ها نتوما البنات، يعني العجينه رطبتها ها نتوما العجينه يا البنات، عجنتها غير بالماء دافي والملح فقط، ما زدت فيها حتى شي حاجه اخرى. عندي هنايا البصله محكوكه، عندي واحد جوج بصلات محكوكين، عندي هنايا فيرميسين اللي هي الشعريه الصينيه ها نتوما البنات، راه درت ليها الماء سخون يعني وقطعتها، قطعتها على هذا الشكل هذا، المهم راكم عارفين. عندي هنايا لدند قطعته على شكل مكعبات صغار، غسلته مزيان وقطعته. عندي هنايا بالنسبه عندي هنايا الربيع، يعني هذا الربيع ده ما غاديش نحتاجو حتى التالي ان شاء الله يا ربي، وغنضيفو يعني حتى يتحمروا لي هادشي كاع كاملين وغادي نضيفو ان شاء الله يا ربي. عندي هنايا التوابل، بالنسبه للتوابل اللي غادي نوضع في لدند الاولاني اللي غادي تشحر لي نتوما غتشوفوا معايا، غندير معها التوابل فقط، الملحه سكنجبير واحد القبيصه ديال البزار، يعني غير شويه ماشي بزاف باش يبقى داك المذاق ديالو. وبالنسبه لهاد التوابل هادو اللي غادي نزيد، يعني اللي غندير مع البصله وندير مع سميتو، يعني فاش غادي نشحر البصله يعني غندير فيها هاد التوابل اللي هما الخرقوم البلدي، ابزار والملحه وسكنجبير. من طبيعه الحال عندي واحد شويه ديال الزيت هنايا، غادي ندير هذا دابا مع لدند ان شاء الله يا ربي، على بركه الله نتوما غادي تبقاو معايا حتى نشحر هادشي ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما شعلت على المقله ديالي سخنات ليا، غادي نضيف فيها واحد شويه ديال الزيت هانتوما البنات، غادي نوضع لدند ديالي باش يعني فاش غتخلي لكم المقله مزيان، يعني ممكن تنقصوا باش غادي يطيب لكم داك لدند مزيان. غنضيف ليه دابا التوابل باش غادي يدخلوا فيه وهو باقي شويه خضر، يعني ما غاديش نخليه حتى يطيب باش يدخلوا فيه التوابل مزيان ها نتوما البنات. نخلط هاد التوابل هادو وندردر عليهم هاد حيت دابا راه مزيان انكم ديروا التوابل اللحم هو باقي خضر باش يشرب، ما تخليوش يعني حتى يتحمر لكم، يعني عاد باش ديروا ليه التوابل يعني كيبقى يجي قاصح وما تيشربش دوك التوابل مزيان، يعني ما حدكم غير مفطر ميو الدجاج تاعكم اولا لدان اولا اي حاجه درتوها تضيفوا لها من غير البصله. البصله انا كنضيف لها غير شويه ديال الملحه وتنخليها حتى كتنزل لي عاد باش نضيف لها التوابل، ملحه ضروري كديروا فيها شويه ديال الملحه باش تدخل فيها ديك الملحه مزيان باش تعطي ديك النسمه زوينه وما تعطيش ديك الريحه ديال البصله قويه، تجي زوينه كتهرسيها بديك الملحه فاش الله كترميها كتشحر، يعني راه ماشي البنات خصكم البنه، يعني راه خاصكم تعرفوا كيفاش انكم تبننوا الحاجه. راه كاينه شحال من وحده تقول لك راه كدير شي حاجه زوينه بنينه، ولكن هي كيكون السر غير في ابسط حاجه بحال دابا البصله، راه كاين اللي كيرميها هكاك ويخليها حتى كتنزل وتشحر عاد باش يدير لها دوك التوابل. انا متفقه معكم ما كنديرلاش انا التوابل حتى التالي، ولكن كندير لها الملحه من البدايه، الملحه كنديرها لها من البدايه حيت الملحه هي اللي كتخليها تنسم مزيان وكتعطيها داك المذاق زوين.
ما تتخليهاش يعني في هذاك المرور ياك هذاك في داك المذاق ديالها، يعني تيجي المذاق ديالها زوين بزاف. هانتوما البنات غادي نستمروا على الطريقه هذه حتى يتشحر ليا لدان ديالي. من بعد فاش غادي يتشحر لي لدان ديالي غادي نحيدو باش ندير البصله ديالي تشحر كذلك حتى هي بالطريقه اللي قلت لكم. وغادي ندير معاها على ما تشحر ليا تنزل لي شويه، وغادي ندير معاها الشعريه الصينيه ان شاء الله يا ربي. وغادي تشوفوا معايا الطريقه ديال العجينه كيفاش غادي نصايبوها باش نصايبوا دوك البسطيلات ديالنا صغيورين، يعني البسطيلات هكايا الا تشهيتوهم ديروهم يعني بلا ما تحتاجوا بقات يعني بقات ديروا بسطيله كبيره بهذيك مقومه وداكشي صافي. اللي تشهى شي حاجه يديرها غير حاجه بسيطه وصافي. يلا نتوما البنات معايا حتى نسالي. هانتوما البنات داك لاصوص داك الزيت اللي طاب فيه اللدان غادي ندير فيه البصله ديالي، غندير فيه البصله. يعني البنات الا بغيت عرفتي راه كتجي واحد النسمه زوينه، شي داك لدان اللي تيكون داك لدان اللي تيكون يعني راه تشحر لكم في هاد المقله هادي، يعني راه ها هو البنات ها هو لدان ديالي، يعني راه طاب وخد داك اللون زوين يعني ما تحرق ما حتى حاجه. هانتوما البنات هانتوما يعني راه طاب وزوين. هانتوما البصله غادي نحركها في هذيك يعني في داك يعني داك الزيت اللي تشحر فيها لدان كيما قلت لكم، يعني كينسمها زوينه بزاف. داكشي باش سبقوا لدان هو الاول، شحروا لدان هو الاول باش يطلق ديك النسمه وديروا فيه البصله. يعني كيما قلت لكم البنات غادي نزيد غير الملحه، هانتوما نزيد غير الملحه ها نضيف غير الملحه البنات، التوابل الاخرين ما غاديش نضيفهم يعني حتى التالي، ضفت غير الملحه. هانتوما البنات غتشحر ليا البصله كذلك شويه باش غادي ندير فيها فيرميسين ديالي. هانتوما البنات شوفوا معايا راه ضفت شويه ديال الزيت، غنكملها القطيره هنا. البصله هي مع محكوكه دغيا 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 كطيب، يعني غير تيوصل داك الصهد اولا ديك العافيه ديال سميتو يعني ديك الحراره، يعني دغيا دغيا كتنزل ما كتعطلش بزاف. هانتوما البنات غادي تشحر لي مزيان، كنبغيش نطول لكم في الفيديو ولكن راه ضروري راه غادي خصني نشرح لكم. هانتوما البنات من بعد ما درت من بعد ما تشحرات لي البصله ديالي غنضيف فيها واحد المعلقه ديال الزبده. هانتوما البنات غنضيف فيها واحد المعلقه ديال الزبده. هانتوما راه ضفت التوابل يعني حتى نزلت لي البصله ديالي، غنضيف دابا ان شاء الله يا ربي غنضيف دابا ديك الشعريه الصينيه باش نخلطها مع هاد البصله هادي. هانتوما البنات غنبدا نخلط فيها ان شاء الله يا ربي حتى تخلط لي كاع كامله. باش غادي ندوزو نوريكم الطريقه ديال العجينه ان شاء الله يا ربي. دابا غنخلي هادشي غادي تشحر لي مزيان، تشحر لي شويه هاد سميتو، دخلي هاد البصله هادي في وسط من هاد بيرميسين
وغادي نضيف عليهم نزل عليهم لدان اللي حالي حمرنا يعني اللي شحرنا في المقله ديالنا، وغادي نطفي عليها. البنات فاش تطفيو عليها وزيدوا لها واحد شويه ديال زيدوا لها واحد شويه ديال الزيت البلديه يعني باش تزيدوا تعطيو ديك النسمه اكثر. هانتوما البنات الشعرية يا راه غير الما سخون يعني راه كيطيبها يعني راه هي خدات الطياب ديالها. هانتوما البنات غادي نضيف داك لدان ديالي هانتوما ونحرك هاد العناصر كاع كاملين في خطرة. يعني اللي باغا تضيف القرفه تضيفها، اللي يعني اللي باغا تزيد شي حاجه من شي حاجه ديال التوابل تزيدها. انا صافي كنكتفي بهادو باش تعطي لي النسمه وكيعطي داك المذاق زوين. انا كيعجبني كنقلب على المذاق اكثر من الشكل. هانتوما البنات دابا غنضيف المعدنوس يعني ما فيش القزبر غير المعدنوس، هذا غنضيف المعدنوس تاعي هانتوما. بعد ما ضفت هاد المعدنوس ديالي نحرك غنطفي. صافي البنات هيا هيا الحشوة ديالنا وجدات وكتجي ما شاء الله كتجي بنينة بزاف في المذاق ديالها. هانتي دابا هانتوما دابا غادي ندوزو باش نشوفو الشكل ديال الخوة ديال الملاوي ديالنا يعني داك الملوي اللي غنصيبو به بسطيلة. يلا البنات هانتوما البنات هيا العجينة ديالي كي كتجي رطبة وكتجي مزيانة يعني راه ضروري ما علكوها يا البنات علكوها مزيان. يعني غندير لها بحال هكايا نخليهم يرتاحوا ليا شويه باش نطلقهم. ها هما يا البنات غنخليهم يرتاحوا ليا يعني هنايا درت تقريبا واحد جوج كيسان ديال العنبه عامرين وضفت وزدت واحد شويه تقريبا قولي واحد جوج معالق بحال هكا يعني ديال العجينه. يعني بغيتو ديروا اكثر ديروا يعني كل واحد وشنو حيت هذا كل وحده غادي نفرقها ان شاء الله يا ربي. وغادي انتم غتشوفوا غير على ما يطلقوا غتشوفوا الطريقه ديالهم ان شاء الله. يلا البنات هانتوما البنات من بعد ما تلقوا لنا الخبيزات ديالنا هانتوما البنات حنا تنطلقوها على الطريقه هذه تنطلقوها مزيان حاولوا تطلقوها. نحاولوا نطلقوهم مزيان you
حاولوا نطلقوا الملاوي ديالنا مزيان مزيان هانتوما. انا كندهن بواحد شويه ديال الزبده، يعني الزبده مخلطه لي مع الزيت، يعني باش تجي ديك القرمشه في تقرميشه يعني في خبيزات. هذا هو السر ديال ديك القرمشه. هانتوما البنات، هانتوما البنات غادي نخليها حتى ترتاح ليا، غادي نخدم الاخرى ان شاء الله يا ربي حتى التالي فاش غادي يرتاحوا ليا، وغادي نعاود. هانتوما البنات من بعد ما ارتحت لي غادي نحلها واحد شويه. بسم الله، نقطع على أربعة. هانتوما البنات عندي واحد الغلاقة ديال راكم عارفينها، تندير عليها تندير فيها هاد هدا ديالنا. هانتوما البنات نحاولوا نوصلوا شويه سميتو الجناب، ودابا غادي نحاولوا نعمروا ان شاء الله الحشوه ديالنا. يعني البنات اللي بغات تضيف لكم الجبنه ضيفها يعني عادي ماشي مشكل. هانتوما الا كانت العجينه شويه زايده حاولوا تنقصوها باش ما تجيكمش عجنه بزاف. واصلا هاد الورقه هادي راه ما غاديش تجي معجنه، ما تجي حتى شي حاجه تجي مزيانه تبارك الله. هانتوما البنات عندي واحد الصفيحة هنايا، هانتوما البنات غنستمر على الطريقة هادي حتى نكملهم باش غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله يا ربي، باش غتشوفوهم باش غادي ندهنوهم وغادي ندخلوهم للفرن ديالنا. انا بالنسبة لي عندي الفرن ديال الغاز، يعني راه اللي عندها الفرن ديال الغاز بحال ديالي
يعني غادي تشد عليهم بوطه مهيله، يعني راه ما غاديش يعني غادي تشعل البوطه ولكن غتشدها بوطه مهيله، غيسخن غير بشويه 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 باش تطلع لكم مزيانين. خلاص اللي عندها البوطه ديال سميتو راه عارفه كي كتحكم فيه. انتم البنات غادي نستمر على الطريقه هذه حتى نكمل ملاوي ديالي. نزيد معكم وحيدة هنا، هادي غير كتساعدي باش ما نطيحش في الارض. هانتوما البنات هاد الطريقه البنات، وغادي نستمروا على الطريقه هذه حتى كنكملوها. هانتوما البنات ساهلين، هانتوما ساهلين البنات وكيجيو زوينين بزاف، كتجي فيهم واحد القرمشه يا سلام. غنستمر على الطريقه هذه حتى نكملوهم ان شاء الله، باش غادي تشوفوا باش غندهنوهم ان شاء الله وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. يلا البنات باي باي لكم وشكرا، يلا حتى نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوهم. هانتوما البنات غادي ندهنها بعدا هاد اللطه هادي اللي ساليت، غادي ندخلها للفران. هانتوما البنات كيجيو رائعين بزاف، وهذا سميتو يعني كيبقى الاختيار ديالكم، يعني نتوما كدهنوهم باش ما بغيتو. انا هاد يعني هاد الشيء باش ندهن، يعني واحد السيده مسكينه شحال هذه سنين وراتهم لي، مسكينه كانت دير البسطيلات وداك الشيء، وراتني هاد الطريقه هذه باش يجيو حتى هما محمرين، تيجيو زوينين تيعطيو الشكل زوين. المهم انا غندخلهم البنات الفران وغادي نتلاقى معكم باش غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالهم، وغادي نكمل الاخرين ان شاء الله يا رب. غادي تاكل هادو ونتلاقى معكم. الشكل النهائي ديالهم تيجيو رائعين وتيجيو مقرمشين. هانتوما البنات تيجي كتجي فيهم ديك القرمشه، كيجيو زوينين بزاف هانتوما. وبالنسبه اللي باغي يعرف هاد الجبنه هادي، يعني يكتب لي في التعليق وانا غادي نوريه الطريقه ديال هاد الجبنه هادي. كنستخلصها من الحليب الطبيعي وغادي نوريكم الطريقه كي كتجي زوينه بزاف. راني غنجرب لكم في واحد. هانتوما البنات شوفوا كي كتجي الحشوه ديالها اش كي كتجي هي. هانتوما البنات مقرمشين تيجيو زوينين بزاف، شوفوا ها شو الطريقه ديالهم البنات. جربوا الطريقه هذه وما تبخلوش عليا، شوفوا هانتوما البنات كيجيو رائعين بزاف بزاف. جربوا الطريقه هذه وخفاف، يعني راه ماشي يعني راه تيجيو خفاف بزاف. وانتم البنات وبالصحه والراحه وما تبخلوش عليا، وباي باي عليكم وشكرا.